من حق كل إنسان إنه يشرب مي نظيفة ويتنفس هواء نظيف ويتمتع في بيئة جميلة وسليمة. وديننا الحنيف شدد على أهمية استخلاف الإنسان في الأرض والعمل على إعمارها. والأردن بلد يتأثر ويؤثر في البيئة العالمية، فواجب كل مواطن أن يحمي بيئته. وكلنا لازم ندرك أن البيئة هي مصدر غذائنا ودوائنا، وهذول زي ما بيقولوا أساسيات الحياة.